السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة في أكل يا جماعة، أنا بصراحة عيان والله بجد، عيان عيا جامد يعني، ربنا يعافينا. أنا مش هقعد إيه أشيلكوا الهم، أنتوا جايين تشوفوا الأكل الجميل اللي أنا باكله، أكل مشكل. خلي بالك ده أكل كله إيه يعني، أنا مش عارف هو صحي ولا مش صحي، بس أنا بعتبر إن هو أكل خفيف، وبإذن الله الله المستعان كده إن شاء الله هحاول أعمله إيه تحدي يعني، هحاول إن أنا أخلص الأكل ده كله علشان أنا عايز أرم عظمي. انا طلبت فراخ بلدي، الست قالت لي مش هنجيبها الا بعد يوم الاحد عشان السوق بتاع بلاش يوم الاحد، فباذن الله نتكل على الله كده اهو نشوف. صلى على النبي صلى على النبي. جالي رعشة في صبعي ده امبارح، صبعي ده اما زوز كده وقام واقف غلبني، قلت الله اكبر. لا لا، الضغط واطي جدا يا جماعه، 50 على 90. المهم بتاع جنب ايه رايك ايه؟ قولي بقى، الفيديو ده جامد، الفيديو ده جامد جدا. بص عليه كده قبل ما الصينيه تتخ. زياده اهو. زياده اهو. ما جاش الجمال ده، فتحي لك اسمع مشوار ده الجمال ده، الله يبتسم إليك يا مشوار. لحد النهارده ولا ايه؟ والله لحد الباذنجان، انا هعمل الباذنجان تحت. الباذنجان تعمله تحيه، لازم تعمله تحيه، من اجمل الاكلات في العالم كله الباذنجان ده. طلع النبي والله كان ضغط واطي دلوقتي، بدا الاكل يخبط في دماغي، ده او طول ضغط او سكر، وانا سكر واطي وضغط واطي. الحمد لله خلاص. الفلفل ده جميل. الحمد لله. ايوه جبته. شوف حلو ايه، طلع مانجا كمان وده دنيا، انت دلعني والله. احنا جبنا مانجا مش جايبه واحده على بعضها، بصرع عشان انت خايف منها عشان رجلي. لا مش خايف منها، نجيب النص التاني. انا خايف منها يعني، نطلع عليها اشتراك يا مشوار. دي تخاف منها؟ لا ما تخافش منها. من هنا بتاكلوا مع اي حاجه. عاوزين نعمل اندوم. محبوش. بس في ناس طلبوا منه. محبوش. حامل. انا عايزكم تركزوا معايا، ده كم صنف؟ اعمل. بنجان وفلفل وبطاطس، خلي بالك شوف الجمال، شوف الجمال يا عم، ومانجا وخيار وعنب وبلح وخبز وليمون، ربنا دي معناها نعمة يا رب احفظها بالزواج. اي والله الحمد لله. يا رب نديله حاجة. بس عجبتش انت بتاكل زي الفرنساويين، بيقول لك ناس بيناموا كده هما بياكلوا يعني من البط بتاعهم عشان تندم. اه
مش حرق الشطة؟ حش؟ ده بقى شطة حشو دي المحش تبقى روم. صحنم ده البنجان رشقة يا جماعة والله. شوف عامل ازاي، تحس ان هو لحمة. اي والله. وبعدين هو مفيد، ده في حديد، انت هما بتقطعه بيقوم يسمغي كده يبقى حديد. السؤال راحت فين؟ حلو سؤال يا ناس، انت بتفتح نفسي. تعالى يا سوس. سلام. أنا والله بدأت أعرق. أكل جميل. والله بدأت أعرق. أنت بتحب الأكل الشعبي. هذا بقى يا جماعه بس لازم مشاري الدق ده عشان هو ايه مسكر. دي الفراخ ما شاء الله حلو مش حار، يبقى في الحشو حلو. عايز اعمل محشي. لما يكون عندك هنا في البيت حط مع السفره، تصدقون تاكل مع جبنه هلبه. عامل زي البطيخ. ده اهو زي البطيخ، اكل بالعيش خبز يعني. يعني هو مش غريب ان هو انت حاطه مع الاكل ده؟ غريب. ناس يقول لك غريب. ده اكل يوم العاضي. حاطط بلح اسمر مع كده يعني يقول لك غريب. لا لا لا، معلش قصة. نعم. مع ان الفاكهة والعنب ده والخضار والحاجات دي اللي بتساعد على الهضم. بطرش تجيبوه لغاية ما يخلص، ده لما يختفي. تساعد على الإنسان إن معدته تبقى حلو. عارفين بناتي لسه محلول. ما شفتوش. ما جبناهوش خالص بنات. هيبدأ يطلع اللي فيه البذرة. طلع النبض. ده في الشتاء يا ابو زينب. بزر مع الجواف. والايام دي. شوف يعمل حاجة. شوف الصلاة على النبي. حاجة جميلة أوي. هو حد يروح هنا ولا هنا ويكون ما عملش الضايق. صحيح خلص، المفروض لك تعمل. قلت الغالية ده ولا ايه؟ غالية؟ ما رضاش اجيب لك منها كتير. خايف اجيب لك وحدتين وكلام من ده تحصل منها. خاف منها. البلح بناكل منه والعنب ما يأثرش في حاجة. يعني انا بدي في جلوكوز حط العيال عندي ده. يا رب اشفيني يا رب. نفس اللي عملتها امبارح. برضه؟ اه والله ده في دي في اليمين. اه. الاعصاب ده ولا ايه؟ ايوه. ده صحيح. ايه ده؟
دي عملت كده تاني اسمع. عندك حاجة اهو. رأيي. مالك هبطانة كده؟ يا جماعة اعملوا الوصفة دي شوفوا تعال جوجو تبيني ما تسيبوش يا سيدي لما تبيني عاوز الجنب عايز تعبني بس تعال تعال انت بتموت ايه؟ هبطانة كده رايح عايزة فلوس الهبطان ده فلوس؟ عايزة فلوس من داني يا حول الله ما هي معاها فلوس بس هي تهب ايه؟ الأميس تبعي والايه والماي فاول يعني كل اللي معهوش فلوس يهبط كده سلمها لربنا والبلاحة دي بقى ما تقولش لحد عليها ما تجيبوش الزغلول دلوقتي ولا التاني اللي هو الاصفر الكبير مش حلو انما ده هو سكر نبات خلي بالك ايه سوسو مات ايه سوسو مش عارف الفيديو حلو والله في اكل جميل في انواع والوان اهو تحدي اهو اما اكتب لكم بعد الاكل تحدي مش حلو متضحكش عليكم جمالها كده التحدي هي صامتة يعني ايه؟ يعني انت تخلص كمية معينة قدام هم عارفين يا حاج هو اسم التحدي سكر نبات اه الله ده اسم البلح ده اسمه عراقي بل بيسموه ايه امال اللي هو اسم البلح ده قولنا عليه اه الاصفر التاني اسمه ايه بقى ما في اصفر تاني اللي هو بيتعمل منه المربى والله انا عارف اسمه بس نسيت سمان لا اسمه امهان انا ما اعرفش امهان امهان ده بيبقى مش هنا منصور والله ما انا في الجيزه على طول اللي هو الاصفر التاني اللي هو الاصفر الصغير لا في اصفر تاني بيبقى لحم كده وبتعمل مربى عشان هو الحبايه الكبيره بتاعته بتعمل مربى مالها كده لا انا عايز ما انا هاخد دلوقتي سيب البلح بقى الاصفر هاخد دلوقتي لان ايه بصراحه نصهم طيبين بقى خلاص بقى الغاليه ماشي عامله زي الكنافه في رمضان من الكنافه في رمضان من رمضان لرمضان عشان نحتفل اللهم صل على النبي عليه الصلاه والسلام يا سيسو مبوظه ليه يا ولاد خلاص بوزها للنهار هي الفلو يا سلام يا ما صلى على النبي ودعوا لي ربنا يشفيه عايز بس فايختين شمورد ان شاء الله هيجوا عايز اتبيهم والله باكل كده عشان ربنا يقويهم يقول لك مفيش الا سوس ساسو كده ساسو دي تعتبر مش شمورد حقيقي دي مهجنه سلام عليكم كده خلاص المنجاه خلص